بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. مرحبين بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. بادئ ذي بد ونحن نستقبل هذه الاتصالات وهذه الرسائل على جوال البرنامج. هذا يسأل يقول في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يسأل بارك الله فيكم عن المنع في هذه الآية، ما المقصود به؟ هل هو حسي أم فعلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية نزلت في كفار قريش لما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن العمرة عام الحديبية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين وجاءوا محرمين دون العمرة، صدهم المشركون ومنعوهم من دخول الحرم، ثم تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم معهم على أن يرجع هذا العام وأن يأتي من العام القادم ويعتمر، فسميت عمرة القضية أي المقاضاة. نزلت هذه الآية فيهم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فسبب النزول خاص ولكن الحكم عام لكل من فعل هذا الفعل في المساجد فأغلقها عن المسلمين ومنعهم من دخولها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الآخر يسأل عن قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يسأل بارك الله فيكم عن فضل تلاوة القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يتلونه يقرؤونه، حق تلاوته يعملون به، فهم يقرؤونه ويعملون به، هذا معنى حق تلاوته. وليس المقصود قراءة القرآن مجردا عن العمل به، فإن هذا لا ينفع صاحبه بل يكون حجة عليه. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا هذا يسأل حفظكم الله عن حق الوالدين من خلال قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يسأل بارك الله فيكم عن حقوق الوالدين، ومن يعصي والديه هل هو خارج الملة؟ قوله تعالى: وقضى ربك، أي حكم وقدر سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا حق الله جل وعلا إفراده بالعبادة. ثم جاء بعده حق الوالدين مما يدل على أكدية
آكدية حق الوالدين، حيث إن الله ذكره بعد حقه سبحانه وتعالى. فحق الله جل وعلا بالعبادة، حق الوالدين بالبر والإحسان. نعم نعم بارك الله فيكم. آدم محمد يسأل يقول: في حال الابتداء، حال الابتلاء، كيف يكون وضع المسلم مع قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين؟ نعم، حال المسلم مع الابتلاء كما ذكر الله: بشر الصابرين، عليه أن يصبر على الابتلاء والامتحان ويشكر عند النعم. فالمؤمن يكون بين الصبر وبين الشكر، الصبر على الابتلاء والشدائد والشكر عند النعم. نعم نعم. سؤاله الآخر الأخ آدم يقول: ما هو جزاء من يستكبر عن القرآن الكريم ولا يقرأه ولا يتدبر ما فيه وقد يصل إلى الإنكار؟ من لم يقرأ القرآن وهجره، فإن الله جل وعلا يغضب عليه، لأن القرآن إنما نزل للتدبر والعمل، نزل للتلاوة والتدبر والعمل به، وهو حجة الله على عباده. نعم نعم. في قوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط، يسأل عن هذا المعنى. إن الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أو والجمل المراد به هنا حبل السفينة. الآية يا شيخ، حبل السفينة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. نعم، الجمل هو حبل السفينة، ومعلوم أن حبل السفينة لا يدخل في منفذ الإبرة، هذا من باب المستحيل. الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا ضرب للاستحالة، استحالة دخول الكفار الجنة. نعم أحسن الله إليكم. سعيد محمد عبر الجوال يسأل عن، يقول: هل الوصية في المال تلغي حق الورثة؟ الوصية في حدود الثلث، الله جل وعلا أباح للمسلم أن يوصي في حدود الثلث في ماله من بعده، والثلث كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فينبغي أن ينقص عن الثلث، أن تنقص الوصية عن الثلث، لأن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أصابه مرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله سعد فقال: إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي، بنصف مالي؟ إلى أن قال: أو بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. تقول أم محمد من الرياض في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، كيف نفهم المقصود من هذه الآية المباركة؟ نفهم من هذه الآية المباركة
أن الإنسان لا يشتغل بالمال والبنين عن عمل الآخرة، بل يكون همه عمل الآخرة، ولا بأس أن يفرح بالمال والبنين لكن لا ينشغل بهما عن عمل الآخرة. نعم نعم بارك الله فيكم. يقول السائل في قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هل للمسلم إذا اعتدي عليه أن يدافع عن نفسه وهو في الأشهر الحرم؟ نعم، المسلم يدفع عن نفسه وهو في الأشهر الحرم وهو في الحرم، يدافع عن نفسه ولا يستسلم لعدوه، فله حق المدافعة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم نعم أحسن الله إليكم. أبو سالم من الرياض يقول: فضيلة الشيخ صالح، لعل لكم وصية للنساء ليهتموا. وقال تعالى بقية سم. وقال تعالى في القصة السابقة: فمن اعتدى، قال تعالى: فإن قاتلوكم في المسجد الحرام، ولا تقاتلوهم في المسجد الحرام، يعني الكفار، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. نعم نعم بارك الله فيكم. الأخ سالم أيضا يسأل يقول: لعل لكم وصية للمرأة للمحافظة على حقوق زوجها وطاعته، حيث أن بعض النساء في هذا الوقت بدر منهن القصور تجاه الزوج. نعم، الزوج له حق على زوجته بالعشرة الطيبة وأن تطيعه فيما ليس من معصية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فيجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف وبالحسنى كما يجب عليه ذلك. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. عوض محمد من القريات يقول: ما هي وسائل المحافظة على النعم وذلك بالقول والفعل؟ المحافظة على النعم أولا بأن لا يسرف فيها، وإنما يأخذ منها قدر الحاجة. والأمر الثاني أنه إذا بقي عنده شيء من الطعام فإنه يعطيه للمحتاجين، يعطيه للمحتاجين ويحفظه لهم ولا يهدره، ولا يهدره. النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فأخذها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الزكاة لأكلتها. فلا تهدر النعم ولا يسرف فيها، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والذين إذا أنفقوا لم يقتروا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم نعم أحسن الله إليكم. سامي محمد من جدة يقول: ما هي علامات قبول العمل الصالح من المسلم؟
أن يوفق، أن يوفق للعمل الصالح، فإذا أحسن فإن علامة قبول إحسانه أن يواصل العمل الصالح، ويحرص على عبادة الله عز وجل وعلى الطاعات فرائضها ونوافلها. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. لعل لكم كما طلب الأخ سعيد محمد وصية للشباب للبعد عن تقليد بعض الأمور الخارجة عن مجتمعنا وعن ديننا، وخاصة ما يتمثل به شباب الغرب. نعم، لا يجوز التشبه بالكفار، شباب الغرب وغيرهم، فلا يجوز التشبه بالكفار في عاداتهم وتقاليدهم وما هو من خصائصهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا وعيد شديد، ونحن أعزنا الله بالإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. فنحن نعتز بالإسلام وآدابه وأخلاقه، ولا نقلد الكفار أو نتشبه بهم. نعم أحسن الله إليكم. هذا الأخ سعود الكويكبي من القريات يسأل ويقول: بالنسبة لبعض الحيوانات مثل القطط وغيرها مما تسبب إزعاجا لنا في مزرعتنا، وأيضا تثير بعض الأتربة وبعض الأشياء، فهل لنا أن نقتلها بالتسمم؟ نعم، إذا آذتكم ولم يندفع أذاها إلا بالقتل فإنها تقتل، ولكن لا تقتل بشيء يعذبها، بل بشيء يجهز عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم أحسن الله إليكم. أبو داود أردني مقيم في المملكة يقول: ما هو مفهوم قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، وما المقصود بهذا التحريم؟ سبب نزول هذه الآية أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجدن عليه لما تسرى بمملوكته، فحصل منهن بعض الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغضبنه عليه الصلاة والسلام، حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أن يتسرى بهذه الأمة التي أملكها، فأنزل الله هذه الآية عتابا له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم أمره أن يكفر عن يمينه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فشرع الله جل وعلا كفارة اليمين، إذا حلف الإنسان على ترك شيء من ما أباح الله، أو على استباحة شيء حرمه الله، حلف على ذلك، فإنه يحل اليمين بالكفارة، كفارة الأيمان إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح. وهذا الدكتور عماد محمد يقول في قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يسأل بارك الله فيكم ما هو مفهوم الإلحاد وما هو سبب هذه الكلمة هنا في هذه الآية؟ الإلحاد في اللغة هو الميل، هو الميل عن الاعتدال، هذا هو الإلحاد. إن الذين يلحدون في آياتنا يعني يفسرونها بغير تفسيرها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يفسرونها بغير تفسيرها لأنهم مالوا بها بتفسيرها عن الحق فعاتبهم الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات ومع ضيفنا الكريم علي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر هذا الجوال، هذا السائل أبو ريم يقول كيف بالإنسان أن يعدل بين زوجاته إذا كان لا يستطيع؟ يعدل بين زوجاته في الكسوة والنفقة والمبيت، في الكسوة والنفقة والمبيت، لا يفضل بعضهن على بعض بل يساوي بينهن في ذلك، هذا هو العدل بين الزوجات. نعم أحسن الله إليكم. أبو سعيد من المدينة المنورة يقول كيف نحد من العنف الأسري المنتشر في وقتنا الحاضر في بعض الأسر؟ العنف الأسري إن كان المقصود به أذية الأسرة والمشقة عليهم هذا لا يجوز، لكن الآن يفسرون العنف الأسري بعضهم يفسره بأنه لا يربيهم ولا يأمرهم ولا ينهاهم ويترك لهم الحبل على الغارب، وإذا أراد أن يربيهم التربية الحسنة ويأمرهم بطاعة الله ويلزمهم بالصلاة قالوا هذا من العنف الأسري، وهذا كذب وافتراء، هذا من الإصلاح والتربية الحسنة الحميدة وهي مأمور بها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم أحسن الله إليكم. أبو ثامر من الدوادمي يقول فضيلة الشيخ صالح ما الآثار المترتبة على الفرقة والاختلاف والشقاق بين المجتمع المسلم؟ الله سبحانه وتعالى أوجب بين المسلمين المحبة والتآلف والتعاون على البر والتقوى والتراحم، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، والمسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا مثل المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم مع المسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيتألم المسلم لألم إخوانه المسلمين ويتعاون معهم ويخفف عنهم ما أصابهم ويألم لألمهم ويسر لسرورهم، هكذا المسلم مع المسلم. نعم أحسن الله إليكم.
عبد الله محمد يقول: ما هي يسأل عن الأموال المودعة في البنوك وعليها فوائد، هل الفائدة حرام أم حلال؟ وهل على الأموال زكاة في هذه الحال؟ الأموال عليها زكاة، ملكه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه الزكاة، وأما فوائد البنوك فهي ربا لا يأخذها، لا يأخذها، بل وإن أخذها وأعطاها للمحتاجين ولا ينتفع بها فلا بأس. نعم. سؤاله الآخر يقول: متى تجب الزكاة على الأرض؟ تجب الزكاة على الأرض إذا نواها للبيع وحال عليها الحول، فإنه يثمنها بما تساوي ويزكيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا عبد العزيز من الرياض يقول: كيف نحد من البدع المنتشرة في وقتنا الحاضر؟ بالبيان للناس والدعوة إلى الله والموعظة الحسنة، فتبينون للناس هذه البدع وتنهونهم عنها، لأنها منكر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب التحذير من البدع والنهي عنها، وتمنع أيضا أن تمارس في وسط المسلمين، بلاد المسلمين تمنع هذه البدع. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ولم يستثني شيئا من البدع بدعة حسنة، بل البدع كلها سيئة. لكن هناك سنة حسنة، سنة حسنة بأن يفعل الخير يقتدي به الآخرون ويكون سن لهم سنة حسنة. نعم. يقول: ما هو أجر من سن سنة حسنة في الإسلام؟ له مثل أجر من عملها، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر مثل فله مثل أجره، مثل أجر من عمل بها. نعم. نعم، يعني كلها فله أجرها وأجر أيضا من عمل بها. وكذلك يا شيخ، طيب البدعة، البدعة عليه إثمها وإثم من عمل بها، يتحمل قسطا من إثمه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة لشهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الفضيل، يسأل يقول: نحن في ندرس في الخارج ولا نعلم عن بلوغ شهر رمضان المبارك إلا يعني بعد يوم تقريبا، على من نصوم؟ هل نصوم على بلادنا أم على البلد الذي نحن ساكنين أو ندرس فيه؟ صوم مع المسلمين في البلد الذي أنتم فيه، صوموا ما إذا صام المسلمون، الجاليات الإسلامية، المركز الإسلامي، راجعوا الجاليات، راجعوا المركز الإسلامي وصوموا مع المسلمين عندكم. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أبو هيثم مقيم في المملكة يقول: كيف يكون حسن الظن بالله عز وجل وحسن الظن بالآخرين؟ حسن الظن ضد إساءة الظن، فتؤمل خيرا بإخوانك المسلمين، تؤمل فيهم خيرا. نعم. نعم، بارك الله فيكم. أيضا عبر جوال البرنامج هذا يسأل ويقول: بالنسبة لصلة الرحم، إذا كانوا لا يريدون أن أصلهم، فهل أنا آثم وماذا يترتب علي؟ نعم، صلهم وإن قطعوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلهم وإن قطعوك، فكأنما تصفهم المل، ولا يزال عليك من الله
ولا يزال من الله عليك، ولا يزال لك من الله ظهير، يعني معين على صلتهم والإحسان إليهم. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز إلى اسمه بصالح سعيد من جدة يسأل بارك الله فيكم ويقول: بالنسبة للشاب الذي يبحث عن الزوجة المناسبة له ولكن تأخر به الوقت والزمن، هل هو آثم في هذا التأخر عن الزواج حتى تعدى 30؟ اي نعم، لا يبالغ في اختيار الزوجة، بل يتوسط في هذا ويعتدل ويتزوج، لا يتأخر عن الزواج من المسلمة التي العفيفة الصينة التقية. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة، هذا يسأل: حفظكم الله، بالنسبة لصلاة الجمعة وخطبة الجمعة، إذا بدأ الإمام بخطبته قبل دخول الوقت فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، له أن يبدأ الخطبة قبل دخول الوقت، إنما الصلاة لا يصليها حتى يدخل وقت الظهر، هذا هو الأحوط. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة، صالح محمد من الكويت يسأل ويقول: ما هو مفهوم الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي هو ما كان دون الثلاث، ما كان دون الثلاث، فهذا هو الطلاق الرجعي. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. من هجر القرآن لأكثر من شهر تقريبا، هل هو آثم؟ لا يأثم، ولكن يفوتها أجر تلاوة القرآن وتعاهد القرآن. نعم أحسن الله إليكم. هذا أبو فهد من الدمام يسأل يقول: بالنسبة لعدم المساواة وحكم ظلم الأب للولد عن بقية أبنائه، ما حكم ذلك؟ لا يجوز للولد أن يظلم بعض أولاده للوالد، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا، بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز للوالد أن يظلم بعض أولاده ولا يحسن إليهم بينما يجود مع الآخرين. سؤال الثاني أبو فهد يقول: حكم الصلاة في البيت للمريض بمرض الرهاب، وكذلك الرهاب الاجتماعي، وكذلك الاكتئاب الحاد. المريض يجوز له أن يصلي في بيته إذا كان يشق عليه حضور صلاة الجماعة في المسجد، فإنه يصليها في بيته، وهو معذور في هذا. أحسن الله إليكم. أبو سامي يقول: هل يجوز قراءة القرآن الكريم للمتوفى حتى يعني يختم القرآن ثم يقول: اللهم اجعل ثوابه لهذا الرجل المتوفى؟ لا دليل على ذلك، على إهداء ثواب قراءة القرآن، إنما الدليل على التصدق عنه والدعاء له والاستغفار له. وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت فهذا لا دليل عليه. نعم أم ياسر تقول: ما حكم تحديد النسل لظروف صحية وأيضا اجتماعية؟ تحديد النسل لا يجوز، إنما تأخير النسل إذا كان
في الحمل مشقة أو عذرا من الأعذار فيجوز تأخير تعاطي ما يؤخر الحمل، أما تحديدها لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. أبو هاشم مقيم في المملكة يقول: هل يلزمني الانتماء إلى مذهب من المذاهب أم أنا أكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط؟ إذا كنت تعرف الأدلة وتتمكن من معرفة الحكم بدليله فخذ بما قام عليه الدليل، أما إذا كنت عاميا ولا تعرف الاستدلال فإنك تسأل أهل العلم، قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتقلد من أفتاك في هذا من أهل العلم الثقات. نعم نعم. آدم صالح مقيم في المملكة السوداني يقول: ما حكم من يستهزئ أو يسب الدين؟ من يسب الدين أو يستهزئ بالدين يرتد عن دين الإسلام، هذه ردة والعياذ بالله. يجب تعظيم الدين واحترام الدين، ولا يجوز الاستهزاء به أو بشيء منه. نعم. عامر محمد من الجبيل يقول: هل من وصية لأولئك الرقاة أو مفسري الأحلام الذين أصبحت البيوت منهم تشتكي، وذلك بالتفسيرات والتأويلات الغير صحيحة مما أثار المشكلة بين الزوجين؟ لا يجوز أن يعبر الرؤيا وهو لا يحسن التعبير، لا يجوز له ذلك. وأيضا إذا رأى الرؤيا، إذا كانت الرؤيا تدل على شيء سيء لا يبينها ولا يفسرها، وإنما يقول: هذه رؤيا خير إن شاء الله، ويطمئن قلب الذي رآها ولا يفسرها. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل أبو ثامر يقول: بالنسبة للمرأة الحامل، هل لها أن تفطر في شهر رمضان المبارك وتقضي بعد ذلك؟ نعم، إذا كان الصيام يضرها بسبب الحمل فإنها تفطر وتقضي ولا شيء عليها، أما إذا غير القضاء. أما إذا كان هي تستطيع الصيام ولكنه يضر حملها، الصيام يضر حملها، فإنها تفطر من أجل الحمل وعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. نعم. أم أمجد من الأردن تقول: ما حكم الكذب بين الزوجين؟ لأجل بقاء العشرة لا بأس بذلك، هذا من المواطن التي يباح فيها الكذب لأجل إصلاح العشرة بين الزوجين. نعم. تقول: هل هناك كذب محمود وكذب غير محمود؟ هو ما ذكرنا الكذب بين الزوجين لإصلاح العشرة بينهما، الكذب لإصلاح ذات البين، الكذب في الحرب للنكاية بالعدو، كل هذه أنواع من الكذب يباح فيها لأجل المصلحة الراجحة. نعم. ياسين من الخبر يقول: ما هو علاج الفتور في العبادات؟ علاجه بالعزم، العزم القوي والرغبة في الثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بارك الله فيكم، والدتي كثيرة الغضب وكثيرة أيضا الانفعال، ونحن نتحمل ذلك وأحيانا نرد عليها، فما حكم ذلك؟ لا تردوا عليها بل تحملوها، جزاكم الله خيرا. نعم أحسن الله إليكم.
هذا السائل سعود من الرياض يقول: يلاحظ تقصير المصلين في رفع الأصوات بالذكر بعد أداء الصلوات، نرجو التوجيه في ذلك، حيث كان الناس في السابق لهم دوي كدويل النحل من كثرة الذاكرين بعد الصلاة. هذا موجود والحمد لله في المساجد، ولكن قد يكون هناك بعض المساجد إذا كانوا يرون أن عدم إذا كانوا يرون عدم رفع الصوت بالذكر فإنهم يبين لهم هذا وأنهم قد غلطوا، فرفع الصوت بالذكر أدبار الصلوات هذا ثابت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف المتأخر أو الصفوف المتأخرة لا يعرفون انقضاء الصلاة إلا إذا سمعوا الذكر بعدها. نعم، أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وردنا من الأخ أبو داود من جدة، ويسأل بارك الله فيكم عن تأخير الصلاة عن وقتها. لا يجوز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا أخرها عن وقتها بغير عذر فإنها لا تقبل منه، لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها من غير عذر. نعم، جزاك الله خير معالي الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الكريم معالي الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغيث البلاد والعباد، إنه على كل شيء قدير. شكرا لكم أيها الأحبة، ونلقاكم في لقاءات مقبلة، وهذه تحية من الزملاء كافة ومن المخرج سلطان العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.